بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من أعظم نعم الله على عبده أن جعله عبدا له يركع ويسجد له، يتضرع إليه ويسأله. فمن أعظم العبادات الصلاة وتعلق العبد بربه من خلال الصلوات الخمس، وتعلقه به أي بالله عز وجل من خلال بيوتاته وبيوته. وبيوت الله عز وجل هي المساجد، فأضاف الله عز وجل هذه البيوت وهذه المساجد له سبحانه وتعالى، وهذه إضافة تشريف وتعظيم لهذا المكان من قدسية وعظمة، لأن فيها يذكر الله سبحانه وتعالى، فيها يتلى كلامه، فيها يعبد الله، فيها يسجد المسلم لرب العالمين. ولذلك سمي المسجد المسجد، لأنه مكان للسجود، وأقرب العبد ما يكون من ربه وهو ساجد. فهذه المساجد المسلم العبد يتعلق بها، والتعلق على نوعين: تعلق جسدي وتعلق قلبي. فهناك من يتعلق بالمساجد جسديا فهذا لا ينفعه في شيء، عادة، رأى الناس يصلون فيصلي ويهرع معهم إلى المساجد فيصلي معهم، ولا تغيير ولا تغيير في حياته، فتجده ثابتا على خلق معين وأفعال معين لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول. وهناك من يتعلق بالمساجد تعلق قلبي، قلبي يحب هذه المساجد لتعلقه بها، فيتعلق بها فيحبها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسس مسجده الشريف وبنى بجواره حجراته، بنى البيوتات، النبي صلى الله عليه وسلم بنى البيوتات لأزواجه صلى الله عليه وسلم، فهذه البيوتات ملاصقة بالمسجد، فألصق الحجرات بالمسجد لأنه تعلق بالمسجد، لا يستطيع فراق المسجد ولا الابتعاد عن المسجد. فكان إذا دخل من بيته إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى فجلس في مصلاه صلى الله عليه وسلم، في مصلاه، فقلبه معلق بالمساجد. فترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى الله عليه وسلم، رجع من سفر أو من غزوين، بدأ بالمسجد، فيدخل المسجد فيصلي ركعتين، فلا يدخل بيته ولا يذهب إلى بيته إلا أن يصلي بالمسجد ركعتين، لتعلقه بالمسجد ببيت الله عز وجل. فيزور أول ما يزور بيت الملك الملوك، وحق المزور أن يكرم، فيكرمه الله سبحانه وتعالى ويكرم الزائر أي الذي يأتي إلى المسجد ويلتصق به ويلازمه ويتعلق به. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل جسده معلق بالمساجد ولا عقله معلق بالمساجد، وإنما قلبه
لأن القلب هو مكمن الحب فيحب، والحب إما شرعي وإما طبيعي، فيحب هذا المسجد حبا بأمر من الله ورسوله، لأنه يعلم أنه لا يعمر هذه المساجد إلا من آمن بالله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه المحدثون قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن احتاجوا أعانوهم. إن للمساجد أوتادا، الوتيد هو الذي يثبت الشيء فيدخل في الأرض فيغوص في الأرض ويثبت الشيء في فوق الأرض، فهذا يسمى الوتد. هذا الذي يلازم المسجد ويتعلق بالمسجد والجلساء في المسجد والمصلون المتعلقون بالمسجد هم أوتاد، هم أوتاد لبعضهم بعضا، لبعضهم بعضا. فإن غاب أحدهم افتقدوه، هذا حال المسلمين، لأن المسجد يجمعهم، ولذلك سمي الجامع. نحن نقول عندنا في المغرب الجامع، الجامع هو الجامع، أي يجمع المسلمين في الصلوات الخمس، يجمع المسلمين في الصلوات الخمس. فإن غاب أحدنا افتقدناه، وإن مرض عدناه، وإن احتاج أعناه، لأنه تربينا على ذلك من خلال ما نسمعه في هذه المساجد في بيوت الله عز وجل. فكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتعلقون بالمسجد ولا يبرحونه إلا لأمور الدنيوية الضرورية في هذه الحياة أن تعمل لدنياك، فإذا ما قربت الصلاة هرع إلى المسجد، إلى المسجد. فمنهم من لم تفته تكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد لمدة 20 سنة، ومنهم 30 سنة وهو يلازم المسجد، ومنهم من الصالحين 40 سنة، 40 سنة وهو يلازم المسجد ولا يفارق المسجد، تعلق ببيوت الله عز وجل. فتجده في المسجد كالواحد الذي هو في حديقة مملوءة بالخيرات، فواكه متنوعة وأزهار تفوح عطرا ومسكا في كل جهة، فتجد الناس يدخلون المسجد، فمنهم من يقرأ القرآن يختلف في الأكل، فمنهم من يقرأ القرآن، ومنهم من يذكر الله، ومنهم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يسبح الله، ومنهم من يتعلم علما شرعيا، ومنهم من يستفيد من أخ كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخ مستفاد أو يتعلم حكمة محكمة أو رحمة مستنزلة، أو رحمة مستنزلة، لأن الملائكة تتنزل فيها، المساجد تتنزل فيها الرحمة لوجود الملائكة، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هناك من يعتمر ويحج في المسجد، يصلي ويجلس إلى أن تشرق الشمس ويصلي ركعتين لله عز وجل، له عمرة وحجة تامتين تامتين، عمرة وحجة
تامتين تامتين لجلوسه في المسجد. ومدى الإنسان في مصلاه في المسجد والملائكة تقول له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا المكان المساجد بيوت الله عز وجل عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فمن أحبها ولازمها وتعلق بها فلن يضيع أجره عند الله. هناك من يوطن المساجد ويفرح الله به كما في الحديث، حينما يقبل الإنسان على المسجد يفرح الله به. هذه المساجد لها هذه المكانة عند الله، ولها مكانة عظيمة ومرموقة في الإسلام، فهو المسجد كان له دور كبير في حياة المسلمين، ولذلك أسسه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون كلما دخلوا أرضا وفتحوها إلا وبنوا المساجد، وكانت هذه المساجد وهذه التي نراها ونصلي فيها من بنية من مال المحسنين جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم، وذلك حبهم في الدين وحبهم في الإسلام وحبهم في القرآن وحبهم في بيوت الله عز وجل. لأن في الحديث ما من قرية لا تقام فيها الصلاة ولا يؤذن فيها إلا استحوذ عليهم الشيطان، فالشيطان إذا سمع الأذان هرب وله دورات، وإذا ما أتم المؤذن الأذان رجع ودخل المسجد، فإذا ما أقيمت الصلاة يهرب وله دورات، لأن هذه الكلمة كلمة توحيد تزعجه، والناس يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. فالحمد لله كثرة المساجد. فهذا المسجد كذلك بني سنة 1975 الذي بني هذا المسجد، فسقفه كان على قدر الحال الذين بنوه جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم، وهو في صحيفتهم: من بنى لله مسجد ولو كقدر مفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة. فهناك المحسنون الذين يبنون المساجد بمالهم الخاص، وهذا موجود في جهتنا وفي مدننا، شخص واحد يبني المسجد بالملايين لأنه يشتري الجنة، يشتري الجنة، والجنة مضمونة عنده إذا بناه لله. من بنى لله لا لأجل فلان ولا لأجل فلان، من بنى لله مسجدا ولو كقدر مفحص قطاط، فكيف بمن بناه بناه كله كقدر مفحص عش اليمامة تشبه الحمامة، فساهم في بناء المسجد فيبني الله له بيتا في الجنة. بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة. أنت تبني البيت لمن؟ تبني البيت لله عز وجل، ليقام فيه ذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسم الله عز وجل، ويرفع فيها اسم الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر، وهذه من الصدقة الجارية. فهذا المسجد سيعاد ترميمه وسيغلق ابتداء من اليوم إن شاء الله، ولن نعود إذا شاء الله عز وجل إليه للصلاة فيه إلا بعد 5 أشهر أو 6 أشهر، الله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله سيجدد ترميمه وسيكون في أحسن من حيث البناء، وأمرنا أن ننظف بيوت الله عز وجل وأن نعتني بها بهذه المساجد. وللتذكير، فنحن في هذا المسجد يعني 20 سنة ونحن في هذا المسجد، فهذا من توفيق الله عز وجل،
فالسنوات في يعني تنقص من أعمارنا، 20 سنة ونصلي ونحن نصلي في هذا المسجد ونخطب فيه ونلقي فيه الدروس. فهناك من كان معنا ورحل إلى الله عز وجل، قضى معنا سنين طويلة وراح إلى الله عز وجل، فرحمهم الله أجمعين. وأشهد والله يشهد أني أحبكم في الله. ف20 سنة، كل واحد شهادة 20 سنة، ولا أحد، هذا كشخصي أنا، ولا أحد أساء إلي أو آذاني أبدا 20 سنة. فالوئام والحب والألفة، نسأل الله عز وجل أن نعود إليه مرة أخرى ونقضي أيام عمرنا الباقية في طاعة الله عز وجل، حتى يجمعنا الله عز وجل في مستقر رحمته وفي جناته. فطوبى لمن اجتمعوا على طاعته وعلى رضوانه. فنحن لا ندعي أننا أتقياء ولا أولياء، إنما احنا ضعاف، لنا ذنوب ولنا معاصي ولنا معايب ولنا عيوب ولنا معايير. فما نسأله هو أن يسترنا الله عز وجل. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم لا تفضحنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا رياء ولا سمعة. اللهم يسر أمورنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي كلمة الحق والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.